يواصل متابعتنا، حيث ينظم أمانة حزب حماة وطن بالإسكندرية تنظم مؤتمرا جماهيريا تنفيذا لقرار الحزب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لولاية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات حقيقية شهدتها الدولة المصرية. أعلن حزب حماة وطن عن جاهزية كافة أمانات الحزب بالمحافظات على مستوى الجمهورية استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقبل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المؤتمر بالإسكندرية مراسل النيل كريم كمال. كريم، بعد التحية، ماذا لديكم من تفاصيل؟ نعم ريهام، بعد التحية، يعني بالفعل أمانة حزب حماة وطن بمحافظة الإسكندرية قامت بتنظيم هذا المؤتمر الجماهيري من أجل دعم ولاية جديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح على ولاية جديدة. في هذا كان جدير بالذكر أن حزب حماة وطن في كافة فروعه بمحافظات الجمهورية قد أعلن في البداية بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال ما تم بناؤه من عملية التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية. تحدثنا أيضا عن أن حزب حماة وطن هنا في محافظة الإسكندرية قد أعلن من خلال الأمانة العامة بدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال ما تم بناؤه من المشروعات القومية التنموية التي تخدم المواطن هنا في محافظة الإسكندرية. لكن دعيني ريهام نتعرف عن دور حزب حماة وطن في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة من خلال هذا المؤتمر الجماهيري. ومعي على هواء مباشرة الأستاذ سامح الصافتي، أمين مساعد حزب حماة وطن بمحافظة الإسكندرية. أهلا بيك أستاذ سامح، وعايز أعرف الخطة اللي تم وضعها من خلال حزب حماة وطن لدعم السيد الرئيس لولاية رئاسية جديدة لاستكمال ما تم بناؤه من عملية التنمية من خلال المشروعات القومية المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا بنشهد المؤتمر التنظيمي للحزب في هذا الوقت، وهو وقت حساس. نحن نعلن ونؤيد تأييدنا للسيد الرئيس، وكان حزب حماة وطن من الأحزاب الرئيسية والأحزاب الأولى التي دعمت السيد الرئيس وأعلنت ذلك. نحن ندعم السيد الرئيس لما قام به من مشروعات في مدينة الإسكندرية. السيد الرئيس غير الوجه الإسكندرية بالكامل. سيادة الرئيس، هناك مشاريع كثيرة لا نستطيع أن نحصرها، ولكن على سبيل المثال سيادة الرئيس زاد الرقعة الإسكندرية. سيادة الرئيس قام بمشاريع كثيرة من ضمنها مدينة أبو قير، مشروع أبو قير، القطار المترو أبو قير، هناك مشروعات كثيرة، والشعب الإسكندري يأتي الآن ليعبر عن تأييده لسيادة الرئيس. لسنا ببعيد عن بشائر الخير، لسنا ببعيد عن مشروع صواري، لسنا ببعيد عن محاور الموجودة في إسكندرية والتي تربط إسكندرية بالجمهورية. نحن موجودين الآن نقول للسيد الرئيس نحن ندعمك، نحن نحبك، نحن نؤيدك، ونحن نثق فيك. وهذا المؤتمر إنما هو مراجعة للكوادر التنظيمية ولما قام بها الحزب في الفترة السابقة من إجراءات سوف يتم رؤيتها على أرض الواقع من خلال تواجد الجماهير، تواجد الكوادر التنظيمية في العملية الانتخابية. إن شاء الله هتلاقوا الشعب السكندري يخرج عن بكرة أبيه ليعبر عن رأيه تأييدا للسيد الرئيس وما قام به من مشروعات خلال الفترة السابقة. ونقول له نحن خلفك يا سيادة الرئيس لتكمل هذه المسيرة، فأنت خير من بدأها وأقدر من يستكملها. شكرا جزيلا استاذ سامح الصفتي، امين مساعد امانه حزب حماة وطن بمحافظه الاسكندريه. يعني الجدير بالذكر ريهام ان كافه ربوع امانه حزب حماة وطن بمختلف محافظات الجمهوريه قد اعلنت منذ بدايه الترشح للانتخابات الرئاسيه الجديده بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولايه رئاسيه جديده لاستكمال ما تم بناؤه من عمليه التنميه من المشروعات القوميه المختلفه التي استند اليها حزب حماة وطن على ان يكون هناك بناء الانسان، بناء المشروعات القوميه المختلفه، حياه كريمه. كل هذه الامور التي استند اليها حزب حماة وطن من اجل استكمال مسيره التنميه
وبناء الجمهورية الجديدة. هذا كل ما لدينا حتى الآن، وعودة إليك وإلى زملاء في الأستوديو. شكرا لك وليضيفك الكريم على هذه المتابعة.